هذا النص الأول أنا سأقرأه من كتاب البداية والنهاية الجزء الحادي عشر البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774 من الهجرة تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي دار عالم الكتب للطباعة والنشر الجزء الحادي عشر الجزء الحادي عشر المشاهد الكريم وأنا بودي واقعا هنا ملاحظة أشيرها للمشاهد أنه هذه المصادر التي نأتي بها ونذكرها ونبينها للمشاهد بعد في الحلقات اللاحقة سوف لا نقف عندها بودي أن نعم المشاهد يكتبها حتى يستطيع نعم أن يراجع وإلا يأخذ من عندنا وقت أكثر مما ينبغي في صفحة 573 من هذا الكتاب يعني الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية صفحة 573 يقول وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن وعفان حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام بنصف النهار أشعث أغبر يعني أنه مغبر الشعر وكثيفه أشعث أغبر معه قارورة فيها دم فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه التفتوا جيدا أنه ليس فقط دم الحسين وإنما يعطي أهمية خاصة أيضا لدم ماذا؟ لدم أصحاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم قال عمار فأحصينا ذا الذي نقل الرواية قال عمار فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل في ذلك ثم يقول ابن كثير وإسناده قوي إذن يصحح ماذا؟ هذا إسناد هذا الحديث هذا هو المصدر الأول الذي أشار إلى هذه الحقيقة المصدر الثاني الذي أشار إلى هذه الحقيقة ما ورد في مسند الإمام أحمد اللي أنا في الحلقة السابقة أشرت إلى هذا المصدر مسند الإمام أحمد الجزء الرابع اللي بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد هناك في هذا الجزء الرابع من هذا الكتاب في صفحة 59 وفي صفحة 336 يوجد هذا الحديث كرر عن ابن عباس قال رأيت النبي في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا قال قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم في الحاشية أو المحقق عن الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط بيودي أنه تخرج يقول إسناده قوي على شرط مسلم حتى على شرط مسلم إسناده ماذا قوي يقول وأخرجه الطبراني في الحديث 2822 وكذلك في الحديث 12837 والحاكم النيسابوري أخرجه في المستدرك في المجلد الرابع صفحة 397 و98 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي من تلك الحقائق التي لا بد أن يشار إليها في هذا اليوم وهو يوم شهادة الإمام الحسين هو تغير السنن الإلهية التكوينية والنواميس الإلهية نحن نعلم أنه من الحقائق الثابتة
ليوم القيامة أنها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. واقعا في يوم العاشر من المحرم إذا كنا نوفق لجمع الروايات الواردة لتغير النظام الكوني وتغير جملة من السنن الكونية لرأينا هناك نموذجا، رأينا هناك مثالا للحشر الأكبر. أنا فقط أشير إلى روايتين أو ثلاث حتى لا نمر على هذه الذكرى ولا نشير إليها. هذه الروايات واردة في طبعا في كتب عديدة، ولكن أقف عند بعضها. في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المصري المتوفى سنة 807 من الهجرة، هناك في الروايات الواردة تحت رقم 15159 الرواية وعن الزهري قال: قال لي عبد الملك أي واحد أنت إن أعلمتني، أي علامة، أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ فقال: قلت لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجدت تحتها دم عبيط. وهذه ظاهرة كونية، كيف، ما هو الارتباط بين دم الحسين الذي بالأمس أشرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشعث أغبر يجمع دم الحسين في قارورة دم الحسين وأصحاب الحسين، ما هو الارتباط بين دم الحسين وبين أنه ما من حصاة إلا وتحتها دم عبيط؟ يقول: رواه الطبراني ورجاله ثقات. هذه رواية. الرواية الثانية قال: وعن الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. رواية أخرى قال: لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس، ونحن نعلم أن انكساف الشمس أيضا من علامات ماذا؟ من علامات القيامة الكبرى. انكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار، أصلاً تبدل النظام، كأننا في ليل، حتى ظننا أنها هي الساعة. يعني أنه لا حتى القيامة. ظننا أنها القيامة، يعني أنه واقعا تبدلت كل هذه الظواهر حتى ظننا أن القيامة قد قامت. سؤالي واقعا هنا، يسأل البعض: لماذا تهتمون بيوم العاشر من المحرم؟ لماذا لا تهتمون لوفاتي ورحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ لماذا لا تهتمون لشهادة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا لا تهتمون لشهادة الإمام الحسن؟ في الواقع أولا أننا نهتم خلافا لغيرنا، وثانيا أنه لم تقع فيها مثل هذه الظواهر الكونية. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا اليوم من القيمة والعظمة والتأثير ما لم يعطه لموت أي شخص آخر. هسه ما هي الحكمة؟ الله العالم بذلك. It is Ashura in the Kerbala. It is Ashura in the Kerbala. See the pain, see the pain, see the pain, see the pain. Oh, people, rise up and mourn. It is Ashura. See the struggle of Hussein in the Kerbala. Oh, people, rise up and mourn. It is Ashura. See the struggle of Hussein in the Kerbala. See the pain, see the pain.